عيوني تعال يا امي تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب مايكك مرخصتك. نعم تفضل. انا اريد هو مو مناشده هو حقنا هذا. نعم. اليوم الكل يطلب بالتعليم، الكل طالب انه ترجع المدارس، انت من رجعت المدارس غير المفروض توفر لي اللي ادرس بيهن. اليوم ابسط شيء الكتب ماكو، صار لنا تقريبا اسبوعين احنا ندرس بدون كتب، زين ندرس انه نكتب. وياك هسه احنا اوكي كتبنا وبعدين هي بعد اقل الشهر يقول لك راح امتحنك انا، شلون راح نمتحن واحنا حتى ابسط امور الدراسه ما عندنا. من اليوم انت طالبنا بدراسه غير المفروض تنطينا شيء ندرس به، غير المفروض توفر لنا كتب. هاي ابسط شيء احنا ما عندنا، انت اليوم ما تعرف شو تسوي. تحاكيهم على كتب يقول لك الوزاره ماكو، الوزاره تقول لك تعال داوم. نعم. وبعدين؟ يعني هم من طرقوا العام الدراسي اكو نتائج الثالث بعدها ما طالع اعتقد. اخي انا مو انا ما لي علاقه بالثالث. نعم. يعني هو من طرق العام الدراسي الجديد يفترض ان يكون هي النتائج كلها طالعه وان يوفر الكتب. صح. انت اليوم بدون كتب تداومون. صحيح. زين شلون راح تكملون دراستكم اذا ما وفر لكم كتب؟ والله ما نعرف يا غير بعد عندهم خطه امنيه وخطه دراسيه ان شاء الله. يعني اليوم هذه مناشده الى وزاره التربيه بانه هي قبل لا تطلق العام الدراسي الجديد يفترض ان تكون اكو خطه. صح. توفير الكتب الكافيه. اليوم اغلب الكتب يشتروها من السوق السوداء وهي تكون باسعار غاليه، اكو فقره هواي ما يقدرون يشترون الكتب كلها. يعني ما وزع لكم اي كتاب؟ اي كتاب حد هذه اللحظه بس دفاتر هذن ونكتب بهن ونرجع. زين شلون راح برايك يتطور العلم؟ شلون راح تتعلم؟ شلون راح تنجح؟ بس بنشتغل بضمير، بس نخاف الله راح نتطور. والتربيه اللي قايمين على التربيه عندهم ضمير؟ لا مع احترامات الزين بس لا ما عندهم. يعني اليوم شلون هو برايك هو طلق عام دراسي جديد وهو ما موفر كتب؟ هو طلق عام دراسي وهو طلق عنده دور ثاني بالبدايه، هو هسه دور ثالث، للثالث متوسط وللسادس وهو بعده ما مسوي شيء وبعدين. نعم احنا تحدثنا عن المشاكل الدراسيه. اليوم المدارس مالتكم تحدث لي بحقيقه كافيه لكم؟ اكو ناس قاعده بالرحلات مرتاحه؟ عندنا مدارس كافيه اليوم يدرسون بها الطلاب؟ احنا ابسط شيء هي الرحلات. نعم. رحلاتنا مكسره. هيا مدرسه، هاي مدرسه القدس الصناعيه. ابسط شيء هي الرحلات، اماكننا احنا لا نظيفه ولا قاع يعني عدل انه نقعد بها. رحلات مكسره. اي استولات ماكو. المفروض كل صف كم طالب بيه؟ تقريبا احنا 48 طالب صف واحد. برايك شلون اخر واحد خصوصا اخر شيء يستوعبون المعلومه؟ لا اذا تفتهمون من المدرس يعني، بس اذا قاعد بالبدايه راح تفتهم، بس اذا انت اللي ورا مستحيل. نعم. انت كطالب اكد لي على هذه المعلومه. يعني اليوم اكو بعض الطلاب من التقيت بيهم خلال جولتنا قال المعلم او المدرس ما يفهمنا بالصف مثل ما يفهمنا خصوصا يمنا، اكو هيك شيء؟ لو لا هذا الشيء غلط، هذا الشيء يعتمد على الطالب. الطالب اذا انتبه على المدرس اكو اكفاء مدرسين وما مقصرين بواجبهم. نعم. بس انت اليوم اذا ما توفر له لا مكان يدرس به ولا. نعم. قاعده للطلاب عدله، شلون راح يفتهم الطالب؟ زين المكيفات موجوده بالمدرسه؟ لا وانا فيك بنك على الاقل موجوده بس ما تشتغل. ما تشتغل يعني مخليكم اياها فقط صوره. نعم. الدراسه اللي صارت على الانترنت شلون واجهتوها من خلال ضعف صار بالانترنت وكل ناس ما قدرت تشترك بالانترنت؟ احنا انترنت بالقوه يلا نحصل انترنت، ضعف عام بالانترنت. انت تسويها الكترونيه وانت يعني يوم تنزل موضوع بالقوه يلا يحمل الفيديو، بالقوه يلا يحمل الملف. الدراسه على الانترنت برايك انت ناجحه فاشله؟ يعني هي ناجحه بالدول المتطوره بس بالعراق لا. هواي مشاكل بيها. كلش هواي مشاكل. نعم. غش يعني من ناحيه الطلاب، عدم كفاءه من ناحيه بعض المدرسين، والشيء السبب الاساسي هو الانترنت، الانترنت كلش ضعيف. احنا اليوم نعرف هو المعلم والمدرس هو مربي ومعلم. أكيد. لكن اليوم من اغلب الطلاب ممكن هو يكون صف ثاني او ثالث ما يعرف يكتب اسمه. يعني الدراسه على الانترنت هي اعتقد مو صالح رب العالمين. اليوم احنا خامس اعدادي وكل لحد هسه ما يعرفون يكتبون اساميهم لحد هسه. لحد هسه. زين هذا شلون راح يدرس؟ شلون راح يكمل؟ شلون راح يطور؟ هذا سبب بمن؟ سبب اللي عبره من السادس للمتوسطه ومن المتوسطه للاعدادي. اليوم الوسطات تلعب دور؟ اكيد طبعا، انت بالعراق ترى. نعم. احنا نشكرك حبيبي. حبيبي وان شاء الله هذه مناشدتك توصل الى وزاره ان شاء الله التربيه، عسى ولعل ان يوفر لكم كتب وانتم دخول عام دراسي جديد. إن شاء الله. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا.